طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي المهندس محمد الجرحي، طبعا ببارك لك وباركت لك قبل كده ومبارك لك تاني وتالت، لسه عندنا مزيد من البطولات. النهارده بتشوف الجيم ازاي، تفاعلنا كتير جدا مع الجيم لاخر ثانيه، اصرار الرجاله النهارده مع الكابتن طارق بتشوفه ازاي محمد بيه؟ الحمد لله، يعني بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني، بذلوا مجهود كبير جدا. ماتش طبعا لحد اخر ثانيه قاعدين على اعصابنا، بس الحمد لله يعني اللعيبه ربنا وفقهم في الاخر، وبطوله غايبه من 2010 الحمد لله ربنا كرمنا. الاصرار ده بينعكس عليكم ازاي في مجلس الاداره ودوركم الكبير ومساندين الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه، وده دوركم على ما اعتقد، لان الالعاب دي بتبقى العاب شهيده زي ما بنقول على محمد بيه، عايز تركيز كبير جدا من مجلس الاداره. بس مجلس الاداره ما فيش حاجه اسمها العاب شهيده، كل الالعاب هيبقى فيه اهتمام بيها، مركزين، هتلاقونا موجودين في كل الالعاب. لسه احنا في التنظيم بتاع بطولات الطايره وبطولات الهاندبول النهارده وامبارح، احنا في الباسكت ان شاء الله باذن الله في اهتمام بكل اللعبات وفي تدعيم لكل اللعبات، وباذن الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي يبقى رقم واحد في كل اللعبات. طول عليك واخد منك رساله للابطال كابتن طارق خيري لكل اللعيبه للاستمرار على الاداء ده، لسه عندنا كمان بطوله الدوري وان شاء الله تبقى من نصيب النادي الاهلي. يعني بنشكرهم وبشكرهم على يعني ان اصرارهم لحد اخر دقيقه، وان شاء الله يعني في بطوله الدوري وان شاء الله اللي جايه يبقى افضل باذن الله. اشكرك، شكرا.